بسم الله الرحمن الرحيم. قاف هو القرآن المجيد، بل عجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءوا فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب حصيد. والنخل باسقات لها طول مديد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب ورسول. فالحق وعيد. أفلا يعلم الخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما نوسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يلتقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وعيون يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كانت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم العيد. وجاءت كل نفس لها سائق وشهيد. لقد كانت غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. أنا ألقى في جهنم كل كافر عنيد. أنا الخير المعتد المريد.